اسمي إيناس محمود رواجبة، من عصيرة الشمالية، دارسة جرافيك ديزاين. عندي موهبة رسم الحناء، موهبة الرسم بشكل عام، فنميتها شوي لرسم الحناء وبلشت أبدع فيها. بدايتي كانت أول إشي على الورق، بعدين للبنات الصغار، بعدين للعرايس، يعني مرة على مرة. من ناحية مثلاً علب الحنة لما كنت أجيبها واجهت صعوبات كنوعيات، دورت على نوعيات، يعني في نوعية مثلاً بتحسسي منها، في نوعية ما بتقعد على الإيد فترة، في نوعيات كثير نوعيات، فدورت واجهت صعوبات، قعدت أجرب على هاي وأجرب على هاي أجرب على هاي، فلحتى وصلت لنوعية كثير منيحة. بلشت تقريباً من 3 سنين أو 4 سنين هيك تقريباً. بلشت أول شيء للبنات تحكي لي كملة اعملة، يحكي لي مثلاً أمي تحكي لي استمري في هذا الشغل كثير حلو، خالاتي مثلاً يحكي لي تعالي ارسمي لي، يحكي لي ناس امشي في هذا المجال كثير مجال حلو، يعني هاي تحكي لها هاي تحكي لها هيك. زمان كانت الحنة الحمراء، كانت أيام الحجات كانوا يدهنوا أيديهم كلها كف الكامل، فهسه لا، الحنة صارت الحنة السوداء خلص، هيك صار على السوق كلياته حنة سوداء وما حد يرضى في الحنة الحمراء بالمرة. فالحنة السوداء خصوصي، يعني مش انه بس في كف ايدك تدهنيها، كان هسه في رسمات، في سبلات، في ورد، في تفاصيل كثير في الحنة، يعني حسب الاذواق. في ناس بتحب الاشياء الناعمة، في ناس ما بتحب ترسم، في ناس بتحب ترسم ومعجك، يعني في كثير اذواق حسب الذوق. طموحي اني اشتغل في صالون او افتح لي مشروع صغير اللي هو حنة، يعني انه اللي زي صالون صغير بس حنة واظافر.